مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعيون عربية. الفيديو مات اليوم هو عن انستغرام وتحديدا عن طريقة التبليغ عن إساءة أو مضايقة في الانستغرام. قبل ما أبدأ أشرح لكم الطريقة، طلب أن تشتركون بالقناة تفعلون الجرس لايك للفيديو. في البداية طبعا هذه الطريقة لقيتها، فحتى أنه أي واحد يصير عنده مشكلة يقدر يبلغ، لكن رجاء رجاء مرة ثانية أنت تاخذ فيديوهات أنا أتعب عليها وأبحث عنها فدقيقتين مدتها، فرجاء الاشتراك وشارك هذا الفيديو ويا أصدقائك راح تحتاجه في اليوم. الآن راح أدخل من داخل متصفح، راح أختار متصفح جوجل. تدخل من داخل المتصفح وتمشي على الخطوات وتبلغ على أي حساب. حتى أبلغ على أي حساب راح أدخل على متصفح جوجل، هذا الرابط راح أتركه بصندوق الوصف. الإساءة طبعا هذا تابع للإنستغرام، الإبلاغ عن إساءة أو مضايقة. هل لديك حساب على الإنستغرام؟ تقدر تكتب نعم أو لا. عنوان البريد الإلكتروني مالتك، هل أنت محظور من رؤية المحتوى اللي تبلغ عنه؟ فتكتب نعم. هنا is this happiness in a photo or video؟ نعم. وهنا هل يمكن الوصول إلى المحتوى تريد الإبلاغ عنه؟ أكيد نعم. هنا راح تملي هذول المعلومات وراح ترسلها مع البلد اللي أنت ساكن به، وراح ترسلها إلى الإنستغرام وهم راح يقومون بالعمل مالتهم. هذا طبعا الدعم، بس لا ترسل شيء إذا ما كنت متأكد منه أو للإزعاج، لأنه ممكن حسابك يقفل. هذا اللي حبيت أشرح لكم إياه بالنسبة لهذا الرابط، راح أتركه بصندوق الوصف. نقطة واحدة حابب أقولها، كل واحد يستعمل الإنستغرام حاليا. الإنستغرام جدا دا يحظر الحسابات اللي للأسف دا تخالف الشروط مالته، فرجاء الإنستغرام هو ترفيهي وحساب تجاري مو غير شيء، فلا تستخدم الغير شيء. حاول إنه حتى بالتعليقات، لأنه للأسف في 70 و80 و400 ألف حساب انحذف من وراء تعليق. حافظوا على حساباتكم، أي سؤال أو استفسار أي مشكلة اكتبوها برسالة أنا حاضر. شكرا لكم، مع ألف سلامة.